ساكاكاما ملك الوحوش. يجمع أبناءه الثلاثة الصاعدين. حان الوقت للقتل. كل منهم يؤدي دوره العنيف. الأمراء يظهرون أملاً. لكن الأب في قمة سطوته. في هذا العالم ساكاكاما هو السيد. أبناؤه مصدر فخره. متحدة عائلته لا تقر. إنها مخاطرة مميتة. يلحظ ساكاكاما تفاقم المشاكل. بقي هؤلاء الأمراء وقتا طويلا. ستسفك الدماء. أمراء ساكاكاما يعيشون حياة فاخرة. يترعرعون بقوة واستقلالية. إنه يخاطر كل ما تركهم يبقون. الأمير الأكبر سيكيدي يتوق للقيام بأكثر من مجرد دعم الأب. التستوستيرون يغذي تمرده. أخواه سيرافقانه أينما كان. يعتقدون أنهم قادرون على مواجهة العالم. أي مفترسات عجول يافعة قد أصبحت عليه. وثق تحالف بالدم. هل هؤلاء الأمراء يظنون أن لديهم ما يلزم؟
يقتل ساكاكاما لأجل أمور أقل. وخاصة الأبناء المتغطرسين. هل نسيتم مكانتكم؟ يجب على الأمراء أن يظهروا الاحترام، وإلا فسيدفعون الثمن. يخاطر ساكاكاما بترك الأمراء لأنفسهم. لديه أمور أخرى يجب أن يهتم بها. مختفياً بعيداً عن الأنظار، ساكاكاما لديه عائلة سرية أخرى مع شقيقة ماتسومي. الملك العجوز يفعل أشياء خفية عن ملكته. إنها الخطة البديلة. لا أحد يمكنه أن يعرف عن وجودهم. ليس الآن. سيعملون لمصلحة ساكاكاما يوما ما. لكن هذا الكبرياء قد تكون أيضاً سبب سقوطه. كلما امتلك الكثير، كان هناك المزيد ليفقده. وبينما هو هنا، أبناؤه لديهم السلطة التامة. أبناء ساكاكاما يشعرون بالراحة على عرشه. حسناً، ها هو أحد الأسباب. الملك عاد. ويشم خيانتك. هذا حقه. امتيازه. هذه ملكاته. كيف تجرؤ؟ ساكاكاما سيعيدهم إلى منزلتهم ويبقيهم فيها. لن يسمح ساكاكاما بذلك. تخطى هذا الحد وستدفع الثمن الأقصى.
ساكاكاما قتل أمثالك من قبل. ستكون أنت تالي. يمكن أن يبقى سوى ملك واحد حقيقي، وأنا لن أبرح مكاني. حان الوقت لساكاكاما أن يقدم أحدث أشباله لبقية العائلة. لن يصر الجميع برؤيتها. أشقاؤها الثلاثة الذين يشتهون السلطة سيقتلونها في لحظة. لكن والدتها لن تسمح بأن يصيبها أذى. اتركوها وحدها. تحت حكم ساكاكاما هذه الأشبال بمنأى عن الخطر. الأمراء غيورون، كانوا المفضلين لديه سابقاً. أظهروا ولاءكم، انتظروا الوقت. ساكاكاما قد يكون عجوزاً، لكن ليس هناك أقوى منه. سكيدي وإخوته يعرفون مكانتهم لدى والدهم، لذا يحاولون كسب رضا أمهاتهم. القوة الحقيقية خلف العرش. ماتسومي الحكيمة تدير السياسة بطريقة جيدة، توازن بين الولاء لأبنائها وواجبها تجاه ملكها. إنها ليست بمنأى عن الإطراءات التي يوجهها سكيدي. لكن إن كان سيتولى الحكم يوماً فسيقتل أشبالها. ساكاكاما يعرف ماذا يعني هذا. لقد رأى كل شيء من قبل.
عندما أصبح ملكاً. يجب ألا يحدث ذلك. لا مزيد من التحذيرات. إنها الحرب. قوة سككام الخالصة تذكر الملكات بالجانب الذي يدعمنا. لكن سكدي ابنه. إنها أكثر من مجرد صفعة على الوجه. ضربة سكادي ترسل بموجات صدمة. إن كان الملك عرضة للأذى فهو عرضة للإطاحة أيضاً. سيتغير كل شيء جذرياً. في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة يبقى سكيدي متوارياً. لقد سنحت له فرصة موفقة، لكنه تعرض لضربة قوية، وهو يعلم الآن أن سككاما يمكن أن يدمره في الحال. يقنع سكيدي إخوته، حان الوقت لنرحل. لا أحد يحاول إيقافهم. وداعا أيها الأمراء الصغار. ثلاثة أبناء خائنين لسككاما يعتزمون إثبات أن لديهم ما يلزم. ما ينقصهم من الخبرة يعوضون عنه بالغطرسة. يقود سكيدي بالجهل. لا يتسرع سوى الجهلاء. Thank you.
إنه ليس ضحية، إنه صياد أسود. بقرون تخترق الأحشاء وغضب يعادلها، اركضوا واختبئوا أيها الفتية الصغار، إنكم ضعفاء وحدكم. هذه أسوأ الأوقات، لقد تحولت المستنقعات الكبرى إلى تراب وعظام. رحل أبناء سككاما الأكبر سناً، لكن لا يزال لديه أشبال بحاجة إلى غذاء. نهره يجف. رحلت الحيوانات، يخيم الجوع فحسب. ملكاته ما زلن يثقن في ملكهن، لكن إلى متى؟ لديهن رفقة. عاد الأميران الأصغر سناً، ليطلب الغفران. عجز سيكيدي عن قيادتهما بعد كل شيء. في أعقابهما وذيله بين ساقيه يعود الابن الضال ذليلا. لسككاما الخيار الآن أن يسامح ابنه أو يعاقبه كخائن. وينفي سيكيدي إلى الأبد. يختار فخامته الرحمة. يعرف سككام المخاطر. لكنه على استعداد للمخاطرة من أجل الجائزة. يحتاج إلى قوتهم المتحدة. لا يعلمون بعد، لكن سككاما على وشك أن يتخذ قرارا جريئا. ليس لديه خيار سوى التخلي عن مستنقعه الحبيب. تتبعه كبرياؤه الملكية باتجاه المجهول. يحكمون أينما حلوا ويتركون موطنهم خلفهم.
قطيع كلاب يحرس آخر بئر حفرة ماء متبقية في الشمال. لقد كانت هنا لأجيال، إنها تعرف هذه الأرض. هناك مشكلة ما. بسرعة، خذ الجراء إلى مكان آمن. فالملك هنا. ملكته تتقدم. يمكن للآخرين المغادرة. تنجح مخاطرة سكاكاما. يأتي بواحة. أكثر نقاده قسوة يشربون بفضل نجاح والدهم. نجاح عائلة مارش برايد تزيد من ثقة سيكيدي. سيسقط سكاكاما يوما ما. وسيكون سيكيدي هناك ليحل محله. الصبر. تراقب الملكات محيطهن بدقة. حتى اللصوص الصغار يعاملون بقسوة. لكن السيطرة لها عواقب سلبية. دأب عائلة مارش برايد على القتل يحيل هذه الأرض إلى فخ مميت. لا تحصل على الغذاء بعد الآن. انتهت الوليمة. يبقى العمالقة فقط.
سكاكاما، ماذا الآن؟ يراقب سكيدي بشغف. إن فشل والده فسيكون جاهزاً. ينظر إلى إخوته ليشكلوا تمرداً. عراك ثلاثة ضد واحد قد يطيح الملك المنهك. سكاكاما يعلم أن من الخطأ مواجهة هذا الوحش. ليس عجوزاً جداً، لكنه لا يمس. يرى سكيدي فرصة. إن لم يفعلها والدي، فسأكون أنا البطل. إنه يقود العائلة إلى معركة لن تفوز بها. هذا الوحش خطير جداً. محاولة سكيدي المحرجة للقيادة تكشف حدود طموحه. سكاكاما ليس غبياً. لقد رأى تآمره مع إخوته. هناك عقوبة للخيانة. هذا فخري. الأمراء الصغار يسارعون لطلب الغفران ويتعهدون بولائهم للملك. من دون دعم إخوته لا فرصة لسكيدي. لكن سكاكاما لا يزال يسمح للمتمرد بالبقاء. معاً يمكنهما هزم العملاق. فيل واحد فقط، وسيغذي ذلك العائلة بأكملها. لا يمكن المساس بها عادة، لكن الجفاف جعلها متعبة ومتراخية.
متوترة وعرضة للخطر. الأمر محتوم، إنه ينهكها. لن نتراجع حتى لو استغرق الأمر الليلة كلها. الظلام يزيد من رعبها، حيث يتفوق ساكاكاما. لديه الإرادة، معا لديهم العضلات. كل ما يحتاجون إليه هو خطأ واحد. هذه الليلة هي المنشودة. ستتناول العائلة بأكملها وجبة غذاء. يمثل نجاح ساكاكاما أكثر من مجرد وجبة، إنه انتصار. مع سيكيدي إلى جانبه يحقق المستحيل. ويقدم الخلاص. لكن بعد إنجاز المهمة يتقهقر ابنه. العواصف آتية، ما من مجال في القمة لاثنين.
يجب على سكيد المغادرة نهائيا. وسككاما يطلق وحشا. ملكا مستقبليا من سلالته الملكية، يجري دم سكدي بحكمة الملك، بقوة السيد. لقد ولت أيام الازدهار بالنسبة إلى سككاما، إلا أن ابنه يدخل الآن ذروة مجده. عندما يعود سكيدي من المنفى، لا أحد حتى سككاما سيتمكن من إيقافه.